أكسنكم تلتزموا بالمساج اللي يوصل لكم مدات هذيك يقول لكم يجيو التسعة دونك التسعة مش لازم تمشي قبل برشا بوقت على خاطر فما برشا من المسنين مركز التلقيح سوسة يقعدوا يستنوا برشا والدنيا سخنت وفما شمس دونك يصير اكتظاظ غاديك وساعات ما يعرفوش المعلومة ورغم انه فما برشا ناس من الهلال الأحمر مثلا قاعدين يعطيهم الصحة يعاونوا برشا في العبيد اللي غاديك باش ياخذوا ليزانفورماسيون لازمين أما زادة بربي ما تخليوش والديكم يمشي وحدهم إذا كانكم ديسبونيبل تنجموا تاخذوا كونجي إذا كانكم في الدار ولا يمشي معاهم أي حد مش بالضرورة البنية ولا الوليد دونك ولد خوك ولد أختك المهم ما تمشيش وحدك للفاكسان باش نجم تفهم حتى إذا كان فما أنيولاسيون إذا كان فما تأجيل للموعد تنجم تعرف وقتاش بالضبط إن شاء الله بشفاء للناس الكل ربي يشفي زادة المصابين بالكورونا إن شاء الله يا ربي يتم الشفاء عاجلا للناس الكل وإن شاء الله ربي يرحم المتوفين وأنتم ديما ردوا بالكم على باش نمشيو من الكورونا نحكيو في جانب اخر كما قلت اخترنا اليوم باش نحكيو على التلوث والاشكال البيئي في ولايه سوسه دونك معنا محمود بن حمده من القلعه الصغيره باش نحكيو معاه على الاشكال هذايا في القلعه الصغيره فما ناموس الليمات ولا لا بدات العباد تتقلق من الحشرات والناموس في المنطقه هذيا نسمعوا محمود شنو باش يقول لنا اخبار الساحل في زوم 73 محمود صباح الخير صباح الخير ريم صباح الخير الناس الكل مرحبا القلعة صغيرة بدأوا يتقلقوا العبيد من الحشرات فما شوية هكا ناموس وإلا عادي مازال ما فماش فما برشا ناموس لو تسمح محمود تعالي صوتك شوية باش نجم نسمعك بوضوح خاطر مش نسمعوا فيك مليح قلت لك ريم احنا كيما كل صباح نختاروا حاجة نحكيو فيها نختاروا موضوع نحكيو فيه اليوم ما عندناش نقود مزيفة ما عندناش أسعار ما عندناش يعني حتى اليوم عندنا تلوث عندنا وشواش عندنا ناموس معناها ناموس الوشواش خليني نقول عملية غزو على القلعة الصغيرة كان تسمع فيها ريف المواطنين معناها احنا علاش خسرنا الموضوع هذا بالذات خاطر رينا الايامات اللي تعدات برشا تشكيات من المواطنين من الموضوع هذايا برشا زاد كيف كيف على الفيسبوك ناس قاعدة تكتب ناس قاعدة تتوجه في نداء للبلدية باش يدخلوا الحقيقة ما شفناش حدا تدخل من البلدية ما شفنا حتى توضيح ما شفنا معناها حتى رد معناها على النداءات هذيا بتاع المواطنين هذاك علاش اليوم اخترنا باش نحكيو في السوجي هذايا باش نحكيو في الموضوع هذايا ونطرحوه ريم بتبيع معايا ضيف أنا لهنا خرجت من الدار في قبال رواتبي رئيس لجنة شؤون البيئة والنظافة في القلعة الصغيرة لهنا سألناها على الموضوع هذا سألناها على موضوع الوشواش على موضوع التلوث موضوع النبوس كيفاش البلدية باش تتصرف كيفاش انتوما كلجنة متاع شؤون البيئة باش تعملوا شي تدخل باش تقوموا به كيفاش معناها باش تعملوا تحب نعدي لك ريم في المباشر في قبال كانت تصل معايا الو صباح النور سي قبال الو صباح النور مرحبا بك قبل الرواد في رئيس لجنه البيئه بالبلديه في القلعه الصغيره مرحبا سي قبال مرحبا بك على موجة نجمة فم دونك اليوم نفهموا منك انت البلدية كيفاش قاعدة تخدم على موضوع البيئة خاصة على حكاية الناموس اليوم بلدية القلعة صغيرة بدات خاطر هو نورمالمون انتم مش توا تبداو في العمل نتاعكم بديتوا من مارس تقريبا كان مانيش غلط بالنسبة للجنة البيئة عقدت اجتماع يوم الخميس 18 فيفري 2021 بقصر البلدية بقلعة صغيرة معناها واقترحت أن تحديد موعد مقاومة الحشرات ومدوات أماكن المياه الراكدة بتاريخ 1 مارس 2021 إلا أن معناها رئيس البلدية والمكلفين بتنفيذ المقترحات اللي جان ما قابوش باللازم عندهم أولويات أخرى ما كنتش هي الأولويات كيفاش؟ معناها توا بالنسبة لل معنا مقاومة الحشرات تكون معنا قبل التكاثر متاعها معنا من فرص من نورمال ما من أفريل يبدأ كل شيء مراقب إلا هو أنه ما صار شيء معنا اللجنة ما صار شيء علاش أنتم لجنة أنت رئيس لجنة البيئة هكا في بلدية القلعة الصغيرة دونك قلت لي عملتوا اجتماع في فيفري اتفقتوا على بداية اجتماع في فيفري وحددنا موعد باش انطلاق حملة مقاومة الحشرات وحددنا الوقت بتاريخ 1 مارس 2021 تبدأ المداوات خاطر المداوات تبدا قبل التكاثر نتاع الحشرات مش بعد ما تتكاثر بيان سور اي خاطر بعد ما تتكاثر ما عادش نجم تسيطر على ما فهمتش الاولويات عندهم تو بالنسبه للجهاز التنفيذي بالبلديه معناها علاش ما بديتش حمله المقاومه؟ هذاك علاش قلت لك تو بالنسبه كلجنه عملنا اللي علينا وحددنا لهم وقت وكذا فهمتني بالنسبه لتحديد معناها
أنا مش أكلم الخدامة باش يكلفهم بانطلاق حملة الوحدة اللي هو الكاتب العام ورئيس البلدية وكذا، وما صار شيء. ما سألتش أنت سي قبل؟ كيفاش؟ أنتم ما استفسرتوش لجنة البيئة؟ ما سألتوش علاش ما انطلقتش الحملة هذه نهار 1 مارس؟ ديما نسألوا، عملنا جلسات أخرين وعندهم أولويات أخرين متاع بالنسبة للوحدة، نورمالمون ينفذوا قرارات اللجنة. ما صارش. شو ما الأولويات الأخرى؟ باش يجاوبوكم. أولويات أخرى عدوا شهر كامل رمضان ينظفوا في المقبرة، يعني مانيش ضد تنظيف المقبرة، لكن أون باراليل تنجم تعمل تقوم بالمداول. تنظيف المقبرة وشنو آخر؟ عنده تنظيف المقبرة، عنده هذا يشري ثاني تو، ثلاث شهر رمضان كامل ينظفوا في المقبرة. اللي هي نورمالمون أون باراليل يقوموا بمداولات الحشرات. سي أقبال خليني نتفاعل معاك، أنا اليوم كمواطنة مش كصحفية، باش نحكي معاك كيف ما مواطنة أنا في القلعة صغيرة نسكن، تو أنت رئيس لجنة البيئة، مستشار بلدي أنت، دونك ما تنجمش تكون كيفي أنا، معناتها أنت أدرى بالعمل البلدي وكل، تو أنتوما قررتوا نهار 1 مارس باش تقوموا بالحمل، ما صارش، ومن 1 مارس رمضان ماهوش في 1 مارس، دونك من 1 رمضان في آخر في وسط أفريل، نهار 13 أفريل، دونك من 1 مارس ل 13 أفريل ما فماش تنظيف للمقبرة، أنت قلت لي نظفوها في رمضان. أي أما أعطيني حاجات أخرين، ما إحنا نحكيو رسميا، أنت تمثل البلدية، باش أنا كيف نسأل رئيس البلدية نقولها شو من الأولويات اللي عندك، شبيك ما نظمتش وما نظفتش وما قمتش بحملة مقاومة الحشرات، نبدأ فاهمة شو من الأولويات اللي عند البلدية، أنت ماكش مواطن، معناتها أنت مستشار بلدي على علم باللي صاير، ورئيس لجنة البيئة أون بلوس. أي بالطبيعة. والله تو أذلي بالنسبة أختي، بالنسبة لرئيس لجنة البيئة يقوم بالوحدة، عملنا عديد من الجلسات. لا خلينا بخلي في الجلسات سي أقبال، الجلسات كل يوم تنجموا تعملوها، ولكن بعد الجلسات تنفيذ القرارات علاش ما صارش؟ أنا نحب نفهم اليوم الحملة علاش ما بداتش. بالنسبة للتنفيذ نجم تسأل الكاتب العام وتنجم تسأل رئيس البلدية. أي أنت ما سألتهمش، أنت رئيس اللجنة. لا سألتهم يقولوا لي هاو أنكور، هاو قريب، هاو شنو، هاو وقلت لهم ماشي. فما مماطلة معناتها أنت حسيت. إي فما مماطلة، كيما نفس الشيء اللي صار بالنسبة للمعمل أجل بقلعة صغيرة. فهمتني؟ بالنسبة للمجلس البلدي خذ القرار بالغلق المؤقت لحين رفع المخالفات ورفع التلوث وكل شيء، لأنه العباد قاعدة تموت كل يوم وما صار شيء، من لا معمل تسكر ولا حتى والسلطات المعنية بتنفيذ القرار اللي هي رئيس البلدية. فهمتني؟ وسيد الوالي وكل شيء وما عملوا حتى شيء. فماش تفاعل، معناها تحس صحة المواطن ما تعني لهم حتى شيء. معناتها اللي فهمتوا منك تاخذوا قرارات تعملوا الجلسات هذيك، الجلسات مقدسة، معناتها يسيروا الجلسات وما فماش من بعد تنفيذ القرارات. هذاك القانون شنو مخول لنا؟ كان في عندنا 13 أخرى نجموا نعملوها، رانا عملناها. احنا جام التوعية ندخلنا البلدية. وأنت اليوم سي أقبال أنت في لجنة مهمة في الوقت هذا، نحكي على لجنة البيئة اللي في القلعة الصغيرة ولا حتى في بلدية أخرى، مش نحكي معك أنت سبيسيالمون في القلعة الصغيرة. حسب رأيك كيفاش قايم الوضع البيئي اليوم في القلعة الصغيرة؟ معناتها انت ما نظفتوش مثلا، انتما من نهار 1 مارس ما قمتوش بالحمله هذه، توا كيفاش ترى فيه الوضع البيئي؟ خلينا نفهموا منك. بالنسبه للوحده توا اصلي اختي، توا بالنسبه للدواء موجود، بالنسبه معناها البرنامج نتاع اللجنه موجود، بالنسبه ناقص كان جلسة رئيس البلديه يتكلم تكلف العوان باش يقوموا بالعمليه هذه، حتى الامكانيات موجوده وكل شيء موجود. معناتها الفلوس موجوده والامكانيات كل شيء موجود. علاش ما صارش هذا؟ نجم تسأل تقول لنا علاش ما تمش العمليه دي؟ كل شيء متوفر. باهي نستناو الاجابه من مدام سميحه بوراوي، نتصلوا بها ونفهموا علاش بلديه القلعه الصغرى من نهار 1 مارس نورمالمون تقوم بحمله مقاومه الحشرات ما بداتش لليوم. ماهيش معتمده برشا على اللجان، معناها ديما تتصرف من راسها، عمرها ما ترجع لنا، عمرها ما كذا. علاش مش مجلس بلدي انتوما؟ ما فماش تنسيق، ما البيئه بالنسبه لها هي ماهيش اولويه. فهمتني؟ الأولوية ما نشفهم شنية اللي عندها هي البلدية مرتكزة على النظافة ومرتكزة على الوحدة، ما أنا حتى كنت استدعاها للجان ما تحضرش. فهمتني؟ ما فهمتش كيف. حسيت كأنه صوتكم ضعيف شوية في وسط البلدية سي قبال. شنية الأولويات اللي عندها ما فهمتش شنية. فهمتني؟ إلا نورمال ما تو أنت عندك المبيدات وشريناهم وعندك الاليات وعندك الخدامه، علاش ما قمتش بالعمليه هذه؟ باهي خلينا نسالوه، هذا اخر سؤال نختموا به. شكرا لك سي اقبال. نمشي شي يعني نداوي في الحشرات. هي ما انت تضرب على الطاوله وتقول لهم علاش ما بديتوش سي اقبال زاد. ضربت على الطاوله وعملت اللي زين وعملت اللي خول لي به القانون الكل. فهمتني؟ ما نجمش نتجاوز زاد صلاحياتي. قول هذه ماهيش من صلاحياتي.
انا حسيت انه فما نوع من التوتر ما بين في وسط المجلس البلدي. يعني بالنسبه اللي عطاه لي القانون نمشي به، ما نجمش نزيد، اي ما احرجتهمش انت مثلا سي اقبال، انت طبقت القانون وعملت الجلسات نتاعك وكل، اي كي صار الروتار هذا شهر واثنين ما مشيتش للكاتب العام، ما احرجتهمش. ما الكاتب العام مشيت للكاتب العام مش مره ومش اثنين، وقلت له فما سنوات وقلت له فما كذا، وعلاش الشيء اللي تقوله اللجنه يصير الكونتر نتاعو مش قاعد يصير، معناها مش اللي تختار اللجنه هو اللي قاعد يصير. شو يقول لك؟ رجعنا عباره معناها قبل ما يصير المجالس البلديه وكذا، رئيس البلديه هو كل في كله اللي يخدم وحده من غير ما يستشير الرؤساء اللي جان نتاعو. واضح سي قبيل. اللي صار اضعف الايمان، توا قرار الغلق المقهى الازرق قلعة الصغيرة، قداش عنده من 2019؟ اليومنا هذا ما فماش رد انه باش ينحيوا الاختيار المقهى الصغيرة. واضح سي اقبال، ناخذوا في المتابعه احنا وباش نحاولوا نتصلوا برئيس بلديه القلعه الصغرى ونفهموا منها علاش حتى لليوم مازالت ما بداتش حمله مقاومه الحشرات في القلعه الصغيرة. يعطيك الصحه سي اقبال، شكرا لك. يعيشك. محمود. محمود. ناخذوا في المتابعه على الاشكال هذايا ونشوفوا. اي. ريم. نسمع فيك. نسمع فيا ولا؟ نسمع فيك. اي. كما كنت اسمع ريم، معناها يعني في موضوع الوشواش والناموس والتلوث هذا، يعني جلسه تتعمل بتاريخ 18 فيفري، يتم الاتفاق باش تتم عمليه المداوات يوم 1 مارس. اليوم قداش في الشهر؟ اليوم احنا 19 مايو تقريبا ولا 20 اليوم؟ 19 ما فماش حتى تدخل، ما فماش حتى يعني استجابه للموافقه اللي صارت معناها في الجلسه هذه. السؤال يطرح نفسه، معناها شكون المسؤول؟ خلنا نسألوا المسؤولين، نسألوا المسؤولين. محمود، نكونوا بعد شوية في متابعة مع رئيس بلدية القلعة الصغرى، خلنا نفهموا منها الأولويات ونفهموا زادة البوينت فيو نتاعها علاش حتى لليوم ما فماش حملة لمقاومة الحشرات في القلعة الصغيرة. شكرا لك محمود، يعطيك الصحة. شكرا لك، نهارك زين. دونك أنتم زادة إذا كنكم في المحيط نتاعكم في المناطق اللي تسكنوا فيها، في أي منطقة أكودا قلعة الكبيرة، إذا كنكم في نفيدة بوفيشة سيدي الهني سيدي بوعليت، نجموا تكلمونا 73 278 600. مساكن زادة يذكروني، مساكن زادة إذا كنكم والمساعدين، إذا كان ما فماش مقاومة للحشرات والناموس في المناطق هذيك المنا 73 278 600. ناخذوا رأيكم تباعا من توا حتى نص النهار.